بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم، قناة يلا زراعة للزراعة المنزلية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر أعجبني لتشجيعنا على الاستمرار والعطاء. موضوع حلقة اليوم عن نبات معمر مستديم الخضرة شائك ومثمر، يزرع لغرض الزينة في القصص أو يستخدم كسياج بالحدائق أو كمغطيات تربة، وقد نجحت زراعته على الشواطئ وفي الصحارى الساحلية لأنه نبات مقاوم للأملاح، وهو نوع نباتي يتبع الجنس الكاريس وهو الياسمين الأفريقي أو الكريسة. إن شجرة الكريسة شجيرة شائكة تحتوي بداخلها صمغا حليبيا كالصمغ الحليبي الموجود في شجرة التين، وتزهر هذه الشجيرة طوال الربيع والصيف، وتمتاز أزهارها برائحتها الجميلة التي تعتبر مزيجا ما بين رائحة الياسمين ورائحة أزهار البرتقال، وهو شجيرة دائمة الخضرة سريعة النمو في العادة، ترتفع إلى ما يصل للمترين عند زراعتها في الأرض، ويستخدم كسياج جيد لتحديد الحديقة، وشائك يمنع من دخول الغرباء، كما يمكن زراعته بالقصص مع تقليمه السنوي المنتظم، وهو من الأنواع البديعة جدا. أوراقه بيضاوية طويلة نوعا ما زاهية الخضرة، والزهور لها رائحة طيبة، وثماره تعتبر قرمزية اللون التي يبدو شكلها مثل الخوخ لكن بحجم أصغر قليلا. ويحتاج النبات إلى 4 ساعات على الأقل يوميا من أشعة الشمس المباشرة، وهو نبات غير متطلب، يمكن تسميده مرة في الشهر إذا زرع في القصص، أو تسميده بالسماد العضوي مع السماد المتعادل بطيء الذوبان مرة في السنة إذا تمت زراعته في الأرض، كما أنه يتحمل الجفاف بشكل جيد. ويعتبر من أجمل نباتات الأسيجة التي يمكن زراعتها حول الحدائق في العالم، ويصلح للزراعة في التربة الطينية أو التربة الرملية الحامضية منها أو القلوية، وهو متحمل جيد للملوحة في التربة، كما يتحمل الجفاف بشكل جيد. ويعتبر هذا النبات شبه مقاوم للآفات على المدى الطويل، وعادة لا يتأثر بالإصابات الحشرية أو الفطرية. النبات له أشواك حادة، والأشواك توجد متعاكسة على الساق، وأوراقه لامعة بيضاوية، وزهوره عطرية بيضاء وعلى شكل النجمة، وثماره صالحة للأكل وتستخدم غالبا لعمل المربى. جلد الثمرة الناضجة تماما يشوبه لون قرمزي مشرق مع لون أحمر قاتم، ويوجد في الثمرة ما يقرب من 12 بذرة مسطحة بنية صغيرة، والفواكه الطازجة ذات نكهة خفيفة لاذعة قليلا. ثماره تنضج في حوالي 60 يوم، وثمار الكريسة يمكن أن تؤكل طازجة، ولكنها طعمها أفضل بكثير عند طهيها، وعند النضج تصبح حمراء زاهية جذابة وحلوة المذاق، لها طعم التوت البري، وهي غنية في الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي والفوسفور
ولكنها نادرا أن تتوفر في الأسواق كثمار طازجة، وتعتبر جميع أجزاء النبات سامة باستثناء الثمار الكاملة النضج طبعا. ويقال أنه حتى بذور الكريسة ممكن أن تكون سامة. يمكن إكثار نبات الكريسة بواسطة البذور، حيث تنبت هذه البذور بعد من أسبوعين إلى 4 أسابيع من زراعتها، ويبدأ هذا النبات في إنتاج الثمار بعد 2 فقط من زراعته. ويمكن إكثار هذا النبات بواسطة وسائل الإكثار الخضري كالترقيد الهوائي والترقيد الأرضي، بإحاطة ساق النبات بكومة من التراب الرطب لحثها على إطلاق الجذور، ومن ثم قطع السوق بعد إطلاقها للجذور وزراعتها كنبات مستقل. كما يمكن إكثار هذا النبات بالعقل مباشرة دون القيام بعمليات الترقيد، وسيتم عرض فيديو لهذه الطريقة في نهاية الفيديو. يمكن زراعة هذا النبات كنبات معرش أو معترش، ولكن تعريش هذا النبات سيؤدي إلى نقص المحصول. لذلك لو كان الغرض من الزراعة هو الحصول على الثمار، يفضل تركه لينمو كسياج أو كمغطي للتربة. وهناك عدة أصناف من شجيرة الكريسة، هذه الأصناف تتميز بغزارة إنتاجها جميعها. ويتطلب نبات الكريسة أجواء رطبة ودافئة، وهو في نفس الوقت يتحمل السقيع. ولزراعة نبات الكريسة بالعقل يتم اختيار عقل طرفية أو وسطية بطول يتراوح من 10 إلى 15 سنتي، ثم يتم إزالة الأوراق عن هذه العقل مع ترك ورقة أو ورقتين فقط عليها. وبعد ذلك يتم الضغط باستخدام البنسة المعقمة على قاعدة العقل ضغطا خفيفا، وهذا يساعد العقل على امتصاص الماء بعد غرسها في التربة. يتم الضغط ضغط خفيف على قاعدة العقل فقط لتفتيت الجدار، ثم يتم إحضار الصيص به فتحات صرف كافية، ووضع طبقة من الحصى في قاعدة الصيص، ثم يتم ملؤه بخلطة التربة. وكما ذكرنا هو يصلح في أي نوع من أنواع التراب الطمية أو الرملية. وبعد ملء الصيص يتم ري التربة ري متوسطة، ثم يتم غرس العقل، ويمكننا أن نقوم بغرس أكثر من عقلة في الصيص الواحد وتفريدها وقت الزراعة. يعتبر أنسب وقت للقيام بعملية التعقيل هو بداية الربيع أو بداية الخريف. بعد غرس العقل يتم ري التربة رية مشبعة، وبعد ذلك سنقوم بتغطيتها بوعاء بلاستيكي بعد قص قاعدته، ثم نضعها في الظل، ولا يتم إزالة الغطاء عنها قبل 10 أيام إذا كانت الزراعة في بداية الخريف، أو قبل 15 يوما إذا كانت الزراعة في بداية الربيع. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، ولأي استفسار يمكنكم كتابته في خانة التعليقات وسيتم الرد عليه في أقرب فرصة. وشكرا لمتابعتكم.